حياكم الله مشاهدينا في فقرة التقنية البداية، ودائما ضيفنا الدائم عبد الله السبع. عبد الله حياك الله معنا. الله يحييك ويبقيك يا رب. أخبارنا أربع أخبار وسؤالين وإحصائية، نبي نلحق بقدر المستطاع. احنا بنركض اليوم، ما راح نسوي يلا. خلينا نقول أول شيء، سوني أعلنت عن إكسبيريا أجنت ريبورت يمكنه فهم الكلام ويحتوي على بروجيكتر لعرض الأشياء يتحكم بالأجهزة. سوني شو تبي؟ يعني وين ريبورت ومتحكم بالأجهزة؟ هذا السؤال اللي للأسف اللي ما حد عنده إجابته. عاوزين إيه؟ سوني وين رايحة؟ للأسف سوني شركة خلال السنوات الماضية فشلت، أو نقدر نقول سقطت، نقدر نقول أي شيء. للأسف الشركة من جرف الدحديرة، كل يوم عن يوم قاعد تروح إلى 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 ما ندري وين بالضبط صراحة. خسائر متزايدة، مشاكل كثيرة. المشكلة إن عندهم كل شيء، عندهم أفضل مستشعرة هواتف، أبل تعتمد على مستشعرات الكاميرات حقاتهم، لكنه ما أدري وين ضايع. طيب في واحد بيتكلم في صف شركة سوني يقول طيب هذا ريبورت شيء جديد، ريبورت يفهم الكلام. كونسبت الموضوع ما نزل، كونسبت يعني هذه فكرة إلى الآن ما هي موجودة بشكل رسمي. طيب ليش إحنا نهبط الفئة؟ ممكن تنجح. طيب ممكن تنجح، لكن إنه من سوني في الوضع الحالي في المعطيات الحالية للأسف أنا متأكد أنها راح تفشل. الخبر الثاني، سناب شات توفر ميزة شراء فلاتر تسمح بتصميم فلتر لمناسبات خاصة وتقديمه للشركة، وستضعه في التطبيق والسعر يبدأ من $5. أروح على قولتهم. طيب الآن شو الفكرة من الموضوع هذا؟ حاليا لو أنت عندك حفلة خاصة، زواج، خطوبة، تخرج، تقدر تسوي فلتر للحفلة هذه وتحدد المكان والوقت وتدفع من $5 للفلتر الواحد. للأسف الموضوع هذا حاليا بس مفعل في أمريكا وكندا وبريطانيا، حتى الآن ما وصل عندنا للخليج، لكن أتوقع أن الأعراس أو الحفلات الزواج محددين متى بيجي؟ لا إلى الآن، بس أتوقع حفلات الزواج مستقبل بيصير في الحريم عندنا. بيصير الحريم أنه بنت فلان مو أحسن من بنتنا، صمموا لها فلتر، فلترها مو زين، فلتركم ما كان يعني. الآن البنت ما راح في حفلات الزواجات او شيء ما يكون الاهتمام على المكياج، ما راح يكون مثلا المكياج والفلتر ابد، الفلتر هو اهم من اي شيء ثاني راح يكون في طيب الزواج. اقتصاديا فعلا تويتر راح سناب شات اكيد راح تستفيد ماديا؟ اكيد. تخيل انه انت قاعد تدفع مو كبير، لا $5 على الفلتر الواحد اذا كان مثلا ممكن نقول ساعه، لكن نفترض 24 ساعه تحدد المده يعني. اي تحدد المده دولار. تحدد الوقت الفلتر ما راح يكون موقع طبعا مهم. اي لازم موقع مده وقت ويعطونك يعني جو المعازيم يصورون ويحطون الفلتر بالضبط، لكن مثلا بعد الساعه 12 يروح الفلتر خلاص بالضبط، بس انه يبقى في التغريده يبقى في السناب. أي. طيب الخبر الثاني، تطبيق انستغرام يضيف ميزه جديده وهي عدد المشاهدات، حيث ستصل للجميع تدريجيا. كان البدايه كانت قبل طبعا اللايك والكومنتس، الحين الفيو. لسبب واحد، انه في هبوط كثير من ناحيه المستخدمين، هم ما يسوون لايك تمام. يعني مثلا على سبيل أصنام. على سبيل المثال انا عندي في حسابي 28,000 لايك، يوم فعلوا خاصية المشاهدة عدد المشاهدات حدود 337,000 مشاهدة. هذا يبين التأثير. اي فسناب شات او انستغرام خايفين من موضوع هبوط تفاعل الناس او هجرتهم لاماكن ثانية، ففعلوا خاصية المشاهدة، بكذا راح تعرف من شاف المقطع عندك محتاج يكون يطق لايك او شيء، بس الصور راح تظل على الطريقة القديمة. راح يزيد مسألة التأثير يا عبد الله. سناب شات خلينا نكون واقعيين، الانستغرام ما عاد هو زي اول، الناس راحت لسناب، لكن هل خطوه ممكن هل الخطوه ممكن تكون؟ احنا لاحظنا في تويتر عبد الله من شهرين تويتر بدا يستعيد وهج نوعا ما، اضافته 30 ثانيه. الحركه هذه بتنفع ترجع الانستغرام لسبب واحد، انه سابقا كانت الناس تظن انه اذا 100,000 لايك طق عندي خلاص اللي شافوها 100,000 لايك. في شخصيه معروفه جدا عدد مشاهداتها في سناب شات 335,000 مشاهده يوميا، لكن في انستغرام مشاهداتها مليون واللي يحطون لايك 100,000. فالآن أكيد إنستغرام أفضل بكثير من إنك تحطها في سناب شات. طيب لو نسوي تنافس ما بين الثلاثة، تويتر، إنستغرام، سناب شات، تتوقع عبد الله وأنت الخبير في التقنية، فترة الجاية الشهر أو الشهرين الجاية وش اللي ممكن يستحوذ على السعوديين؟ شوف سناب شات بياكلنا خاصية. سناب شات طبعًا لسبب واحد، في جانب أخلاقي، لأنه للأسف المحتوى اللي يطرح في سناب شات لا أخلاقي،
للأسف يعني، أو غير العادات والتقاليد أو 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 يعني في 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 يعني زي ما تقدر تقول في أريحية أكثر. ليش عبد الله الأخلاقي مو داعي؟ الانستغرام في الانستغرام. لا بس خلنا نتكلم من منطقية. طيب. إنه البنات يصوروا يعني بنات في الجامعة قاعد يصورون راحتهم بحكم بالراحة والناس لأنه 24 ساعة ورايحة وعشر ثواني. للأسف أنا كشخص أنا كنت فاتح إنه أستقبل الأسئلة من الناس، كانت توصل لي مقاطع يا رجل لا أخلاقية. حلينا نقفل، ما خلي أحد يرسل لي ولا أحد يسوي شيء. أقصد هذا مو مقياس يا عبد الله للسناب شات. الانستغرام فيه نفس الحكاية. لا الانستغرام ما تلقى فيه نفس الجرأة. هل كان في الانستغرام قبل إنه البنات يصورون بعضهم في الانستغرام؟ لا طبعا. إيه. فالموضوع الناس أخذت راحتها أكثر بسناب شات. خلنا بتكلم عن تويتر. فيه إحصائية نشرت على جريدة الوطن تقول الوزراء لا يعقدون مجلسهم في تويتر، ولكن تنوعت اهتمامات الوزراء في السعودية، وذكر تحديدا قال وزير التجارة أكثر الوزراء متابعة على تويتر حسابات شخصية، وسط غياب 8 وزراء واكتفائهم بحسابات وزاراتهم الرسمية، تواجد المسؤولين مهم، كثير منهم يتعرض حسابه للاختراق. وهذا تكلمنا مع في نفس الحلقة مع إيهاب الطرهوني راح نعرضها يعني بعد شوي. لكن في تقريبا وزير الزراعة، وزير النقل، وزير العدل، بترول، شؤون الإسلامية، مالية، المياه، شؤون البلدية، ما لهم حسابات. وتقريبا أكثر الوزراء وزير التجارة هو التفاعل. أنت تعتقد اليوم أن المسؤول لازم يتواجد؟ لازم يتواجد حتى يوفر وسيلة التواصل مباشرة. سابقا المسؤول إذا كان عنده أي شيء أو بغي يسوي أي شيء طق الوزارة حقنا الموظفين حقينا وها أمورنا بالسليم أمورنا بالسليم. لكن حاليا تويتر يكشف لك الحقائق المخفية عنك، لأنه في بعض الناس أو بعض الموظفين مو حاب يشتغل فيقول لك لا الأمور بالسليم وإحنا مسرعين الإجراءات وأمورنا كل شيء بالسليم. لكن تويتر حاليا فضح الناس اللي تبغى تنام ما تبغى تشتغل، وخلى الناس تشتغل غصب. تمام يعني وزير التعليم وغيره، لكن انه خلينا نكون منطقيين يعني في احد الوزراء للاسف ماخذ الوضع فله، يعني مقصر بحق وزارته، مقصر بكل شيء، وقاعد في تويتر 24 ساعه. طبعا هو اقيل حاليا من فتره اقيل، تمام، لكن الرجال كان قالب يعني وعود في تويتر وما غير، كلام رايح وكلام راجع وتفاعل مع الناس وكل شيء، جزاه الله خير ما يقصر. لكن على ارض الواقع الرجال ما سوى شيء. إيه؟ طيب ممكن الحين في كثير يطالب من المسؤول يقول لازم يتواجد على مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر تحديدا، لكن في براي بعض المسؤول قال ماني فاضي اني اتواجد انا بشتغل. طيب وزير التجاره افضل مثال، عدد متابعات وزير التجاره حسب الاحصائيه 1,426,000. وزير التجاره شغال، وزارته ماشيه، يتفاعل مع المتابعين، ما اتوقع ان عندك عذر. من ضمن الارقام لما نتكلم وزير الصحة 234,000 متابع تقريبا، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات هذا يمكن صاحب المهنة يمكن 23,000 بس، عدد بسيط. عموما احنا نستعرض المشاهدين للإحصائية وراح نتكلم عن خبر، واعتقد انه خبر مهم. سامسونج تدخل السوق بشكل قوي، تقدم جالكسي 7 وإيدج 7، مزايا توقيت الإصدار، مواعيد النزول، الأشياء هذه. توقع سامسونج وين؟ الإصدار الجهاز كان فيه مميزات كثيرة، إنه الجهاز مضاد للموية بشكل جدا كبير، ومراجعات الجهاز كانت من تحت الموية، لكن ممكن المستخدمين ما يتشجعون إنهم يشترون الجهاز لسبب واحد، إنه الجهاز نفس الشكل القديم. المستخدمين خاصة مستخدمين أجهزة سامسونج كان يسدهم الشكل أكثر من أي من غيره، لكنه كمميزات كمواصفات كغيره جهاز جبار نازل بقوة، هو LG الجديد اللي هو G5 الظاهر. فالجهازين هذول قادمين بقوة، LG غيرت الشكل، أتوقع أنها راح تحصل مبيعات أكثر. سامسونج حافظت على الشكل وهي تعتبر مغامرة بالنسبة لسامسونج، هل راح تبيع هل غيرها ما أقدر أجزم بشيء، لكن المميزات اللي نزلت فيها الجهاز كان جهاز محترم. طيب أنت تتوقع أنه ممكن يكون له في السوق رواج؟ شوف مقارنة بآيفون ما تقدر تقارن. لا مو طلب السوق، أنا أتكلم عن رواج السوق. الجهاز الأخير الآيفون ما وجد رواج. لا لأنه ما في شيء جديد. شوف ما وجد رواج بالنسبة لي، أنا أتكلم أنا وأنت، لكنه 288 مليون بايع. لا طيب لما بقارنه بجهاز اللي قبله. اللي قبله إيه. اللي قبله. أنا عارف إني ما راح أصبر. لا هو شوف هم دائما هذه السامسونج الأول باع لأنه شكل جديد، تمام. السامسونج الحالي مجرد تطوير
بالشكل الماضي، نفس الوضع أبل الشكل الأول جديد باعت، لكن اللي بعده باعت بشكل أقل من اللي قبله، لكن إنه مو أقل، أقل من ناحية الإحصائيات، يعني هو باع أكثر من الآيفون 6 لكن إحصائيات مختلفة. أنا متخوف من هذه الخطوة من سامسونج. أنا أتمنى الجهاز يبيع لسبب واحد، إنه عشان تستد المنافسة والشركات الثانية تقدر تشتغل بشكل أفضل، لكن دخول هواوي للسوق ترى بياكل. وأنا يا عبد الله ما أقدر أطول أكثر في الفقرة، انتهت فقرتنا، شكرا جزيلا لك. الله يخليك يا